لم يبقى لي من معجم الحديث إلا القليل، كلام فارغ أردده في الضرورة القصوى، وأعود بعدها لصمتي الثقيل. أين مني ذلك البليغ الشاعر المفكر ابن السبيل؟ أين صرت مني وأين صار ما في بديل؟ من أنا سوى بقايا؟ كنت غيري وصرت غيري، مجموعة بقايا كونتني، ماض وحاضر فيه البقايا سجنتني، وغد تتجمع فيه البقايا من جديد لتخلقني. وأطل وجهك من بعيد، وأطل وجهك من بعيد حلو يرف على وجودي، ورأيت أحزاني تموت على طعانك راحتينا، وأضاء في فمك ابتسام. تزيد الفجوة بيننا إلى أن أذهب، ولا يكون هناك تواصل إلا بالرسائل، ويكون هناك من ينتظرك في المقعد المقابل.